هو كيتعنت ما باغيش يخلص، كيقول لهم ما عنديش الفلوس. ملي ما عندكش الفلوس لاش دير هاد الصفقه وهاد المشروع وهاد الروينه كامله وهاد الكيت شارج اللي هو متقل بالجي بي اس والروينه والكاميوات، هادشي حادقين فيه والخلاص ديال العمال حتى واحد ما يخلصو. على من عارف هاد الناس هادو الاخوان؟ راه الخلاص ولا بد، راه البلاد كيموت على ولادو ولا على بلادو. السلام عليكم. قطع النظافه بغينا الخلاص ديالنا، ما مخلصينش كرا، ما مخلصينش زو مراه والده ليا، الله الله عز وجل هو اللي كيعلم. بغينا الخلاص ديالنا، كنخدموا بنادم النظافه خاصكم تكرموا ماشي كرمونا. طلبوا من جلاله الملك يشوف فينا، الله ينصره الله يشافيه. مغاربه من هذا المنبر هذا، انا سائق شاحنه النظافه، انا هضرني خاطري انايا كل شهر الاضراب كل شهر كتكرر هذه القضيه ديال أجرة كتعطل أجرة كتعطل، والله إلا ضرني خاطري كل شهر الإضراب، أولي فيا السكر ولا الطونسيون. هاد الناس هادو أحسن حاجة يديرو كنفكو معانا وباعو وشراو معانا في هاد البيعة وشراو وصيفطونا بحالنا أحسن. والله إلا حشومة واش كل شهر؟ واش ضرني في خاطري أنايا؟ مابقيتش حامل تشوف هادشي، هاد الإضراب هذا مابقيتش حامل نشوف الإضراب. أو الشهر اللي فات إضراب، الشهر اللي قبل منه إضراب. وصافي الناس مسؤولين واحد لواحد يتافت، والتافتوا لينا وكل شهر صيفطوا لنا رزقنا. ما زدتونا، ما عاونتونا، ما جلبتو لينا، ما درتو لينا والو. وخلصونا على الاقل في الوقت. حنا راه عندنا كريديات، عندنا بنود، عندنا اجراءات، عندنا التزامات، وهذاك الرزيق اللي كنشدو راه حنا غاديين دافعين كروسه، الله يجعل البركه. السلام عليكم ورحمه الله، معكم جارك جلال، عضو مكتب النقابي. كيف كيعرف الجميع هذه الوقفه خرجنا بها لمده ديال 72 ساعه وقابله للتمديد. خرجنا بها على قبل ان العمال الشركه ديال النظافه لحد الساعه مازال ما توصلوش بالاجور ديالهم، بغينا نعرفوا غير السبب ديالنا. الحمد لله خص باش يعرف الجميع ان الطبقه الوحيده اللي طبقت الخطاب السامي ديال صاحب جلال الله ينصرو، وهو ان خدامين العام كامل ما جلسناش وما راعي ما تراجعناش، وحنا جنود مجندين بغينا نخدموا، حنا بغينا غير الصالير ديالنا. واش هذا هو الجزاء ديالنا؟ خمسه في الشهر، هذاك الشهر ما تخلصناش وهذا الشهر ما تخلصناش. ملي كندويو مع ملي كندويو مع الشركه ديالنا كيقول لك مجلس المدينه هو اللي ما بغاش يخلصنا. واش هذا هو الجزاء ديال عمال النظافه؟ الله يجازيكم بخير. غير بغينا نعرفوا انتم كالسلطه الرابعه ويعني والصوره ديال اللي كيقرا منا الناس، بغينا نعرفوا غير حاجه واحده، شنو ذنبنا حنا؟ كاين الناس صاحبي اللي كيبز السيد دابا خدام معنا غيطردوا من الدار. خلصتي ما خلصتيش سير في حالاتك، بالعربيه سير في حالاتك. الا كاين مجلس المدينه كيتقاضى واحد المبلغ ديال 15 ولا 20000 درهم، العامل ديال النظافه كياخذ صاحبي 56000 ريال اللي ما كتكفيش حتى 20 في الشهر ما كتكفيش. ويجي دابا هذا يقول لك خلاص راه ما كاينش. شنو باغي دير انتوما يعني كصحافه انتوما شنو غديروا حنا؟ ديروا شنو غديروا في بلاصتنا؟ ما كذبش عليك بزاف ديال الهضره غادي تقال، وحنا ما شنقولوا، حنا كنرفعوا الشكوى ديالنا. وكنعاود نكرر الله يسكي بخير، عاود الكلمه ما تقطعهاش، كنحاولوا كنرفعوا الشكوى ديالنا على السلطه في البلاد اللي هو جلاله الملك نصره الله ملك البلاد. راه عيب وعاره صاحبي لان الناس ما يتخلصوش. راه الا درتي يا صاحبي كتشوف اعطيني خدمه كفص من الخدمه اللي حنا فيها ونزلك القبعه. لحد الان باش تعرف، لحد الان وباش عرف حتى الراي العام، راه باقي العمال النظافه اللي كانوا جنود مجندين في الصفوف الاماميه لحد الان باقي ما تلقحوش اصاحبي. حتى واحد ما جا ما دق لهم البره ولا ساومهم، علما انهم هما الاولين اللي خاصهم يدق لهم البره، هما الاولين اللي خاصهم يتكرموا، هما الاولين اللي خاصهم يتعطاهم بريمات. لحد الساعه ما كاين والو، وكما كيقولوا المثال اللي كيدور دابا مالين الزبل. كما جا واحد المسؤول قبيله قال واحد الكلمه وزاد، وكاين الله اللي غادي يخلصوا. حنا باش تعرف حنا ثلاث ايام راه حنا دايرين اضراب. ما شنقول لك الله اللي غادي يخلصو، قال لك واخا ديروا اللي درتو ما غتاخذوا حتى ريال. هاد الكلمه قدام عيون ديال السلطه صاحبي. راه صاحبي التركي راه كيضرب في القلب صاحبي. هذا مسؤول على الشركه؟ لا، هذا مسؤول في مجلس المدينه. يعني شوف انا كنوجه خطاب ديالي للعمده، الا ما قادريش تحميو هاد الناس بناقص، ملي غيوليو هاد الناس اللي معطيو يديهم وسعاو بناقص، وديروا تفعيل الخطاب السامي اللي قال لكم سيدنا. راه جاكم من الاخر الملك قال لكم عيب، وكيف يعقل انك انت كمسؤول كتخرج للشارع وكتشوف المواطنين انهم كيشوفوا فيك وانت بواحد المنصب ما داير فيه والو، كتقاضي واحد المبلغ اللي كديه حرام وكتوكل ولادك الحرام، وواحد الطوموبيل على ظهر الشعب والمازوط والماء والضوء على ظهر الشعب، والطبقه كديه حرام عندها ما تاكل، عيب وعار. السلام عليكم اخو الله. خويا كنطالبوا حنايا بالحق ديالنا، كنطالبوا بالاجره ديالنا نتخلصوا. حنا بلا خلاص،
انا خويا عندي جوج الوليدات، باش غادي نعيشهم انا جوج الوليدات؟ كاري اشنو غادي ندير يال؟ اقول لي اشنو غادي ندير دابا؟ هي خمسه في الشهر وما توصلت بوالو. مول الكره وقف عليا البارح، وقف عليا الباه قال لك خلص الكره، باش غادي نخلصوا يلا؟ اقول باش غادي نخلصوا؟ اخويا كنطلبوا من الله، الله يوفقنا ويدير لنا شي تاويد ديال الخير، واليوم جمعة عادشي كنطلبوا من الله يصيفطوا لينا خلاصنا. حنا ما باغيين والو، ما كنطالبوا حتى شي حاجه، ما كنطالبوا حتى بشي حاجه، حنا كنطالبوا على رزقنا. اليوم خمسه في الشهر وباقي ما تخلصش ما والو. اخويا حنا باغينا فلوسنا وصافي، ما بنادم اصاحبي راه كاين اللي خدام، راه عنده وليدات، عنده كرا، عنده بزاف الحوايج، وحنا راه باغينا فلوسنا نخدموا، راه من غدا عطاونا فلوس، راه من غدا نخدموا، حنا ما عندناش مشكل. اننا باقي خمسه في الشهر باقي ما توصلناش بالاجر ديالنا، وتنطالبوا من السلطات انهم يتدخلوا، وجميع المسؤولين ما يدخلوا، بان هاد الناس هادو راه ما عندهم ما ياكلوا، ما عندهم ما يشربوا. كاين الاخوان اللي كاين عندهم الكراء، عندهم بزاف ديال الصوائر ديال هاد سميتو، وطلبوا من سيدنا انه يتدخل حتى هو، وان يهدينا الله سبحانه وتعالى. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يجمعوا، انه يهدي علينا هاد المسؤولين ويؤدوا الاجور للعمال. خويا كاينه مشاكل، عندنا 1000 مطلبي هاد الصفقه ديال التدبير المفوض اللي هي 89 مليار، وعندنا فيه المطلبين اللي استجبت فيه اداره ديال الشركه وسينات معنا، وسينات مع الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، وبقى التوقيع ديال مجلس المدينه ما بغاش تعطي لهاد الناس حقوق ديالهم، اللي هو ملف مطلبي والسلم الاجتماعي اللي من حقنا، زياده على تماطل في الاجور، لان دابا ثلاث شهور ديما نهار هذاك الشهر اللي قبل من هذا تخلصنا في الوقت، الشهر اللي قبل منه تخلصت نهار 13 في الشهر. هاد الشيء راه بزاف، وراه حشومه على هاد الناس اللي خدموا في الوباء كامل، هاد الجائحه ديال كورونا، هاد الجنود ديال النظافه خدموها كامله، وهاد الناس راه حشومه، راه مخير هنا ما عندوش باش يركب. كنشكرك. معكم بن حجاج مصطفى، عضو المكتب الجهوي لجهه الدار البيضاء، جهه الدار البيضاء سطات. اليوم عندنا هاد الاضراب ديال 72 ساعه على قبل الصالير اللي ما تقاديناش ديال هاد الشهر هذا، زائد الملف المطلبي اللي باقي مجلس المدينه كيتواطئ باش ما يوافقش عليه، باش نوقعوا عليه مع شركه افيردا. دابا المشكل اللي كاين هو الخلاص ما كاينش، مجلس المدينه كيتماطل، ما باغيش يؤدي الاجور للشركه باش ما نتخلصوش حنا كعمال. حنا كاينين الناس اللي عندهم مصاريف الكرا والوليدات ومصاريف اللي هي اليوميه، الناس ما عندهاش ما تصير على وليداتها. دابا هاد الناس هادو ديال مجلس المدينه ما بغوش يخلصوا، وحنا دابا مجبرين ناخذوا هذا الاضراب ديال 72 ساعه وقابل للتمديد، غنمدوه باش يبقى مفتوح حتى نتخلصوا على هذه الايامات ديال الاضراب اللي غادي نديروا. الهم فيه كاملين، الدار البيضاء القطاع النظافه مهمش، المجلس كل واحد شاد البلاصه ديالو، ما كاينش اللي كتسوق لنا حنا كعمال نظافه. العوض اللي غادي هاد الناس ديال المجلس عامل النظافه يكرموه توليه كما كنقولوا ما عطاوش رزقو، غيكرموه، يعني كما كنقولوا بهذا المنطلق. حنا اللي بغينا من هذا المجلس هو نتقاضاو الاجر ديالنا حنا كعمال، اللي حنا شهر كامل وحنا خدامين. مجلس المدينه جاب واحد الكونترا اللي فيها هادشي ديال جي بي اس سيستيم، حنا ما تزادنا حتى شي حاجه في هذا الملف المطلبي لحد الان كيتماطلوا علينا، والمطلوب هما يعطيونا الاجر ديالنا اللي كنتسالوهم ديال هاد الشهر. راه الاخوان راه ما عندهم ما يصيروا على ولادهم، لحقاش هما اللي تسبوا لنا في هاد الاحتقان اللي كاين في هاد 72 ساعه، واللي كنتمناو من الله هو الفرج. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.